في حالة من خلينا نقول ايه صدمة شوية لدى مشجعي طبعا العناب القطري. انت شايف الأداء ازاي، أداء المنتخب القطري النهاردة؟ بص انا مش شايفه مفاجأة الحقيقة يعني، ولكن هو كان الناس كانت مستنية ان المنتخب القطري او اللعيبة القطرية تاخد الموضوع بجدية شوية، يبقى عندهم حتة الـ هنقول اللي هو يعني العزيمة او الإصرار، او يبقى فيه طب ايه اسباب افتقاد المنتخب القطري لده؟ ما هو المفروض انه يبقى ده اوريدي يعني يبقى داخل وهو مشحون مظبوط. طبعا ممكن نقول ان هي اول مره ليهم الموضوع في البلد، عندهم في ضغط جماهيري جامد جدا وضغط اعلامي جامد جدا من كل الدنيا، في مش عايز اقول لك انبهار، بس لما انت بتلاعب فجاه بتلاعب او بتلاقي نجوم كتيره جدا وعندك ستريس محطوط عليك انك هتلاعب اكبر نجوم في العالم موجوده، دي ممكن تحصل مع اللعيبه، بتحصل يعني مع اللعيبه خاصه ان مفيش تجربه سابقه لمشاركه قطر في كاس العالم. انت عايز تقول كده؟ طبعا 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 اللعيبه الضغط الجماهيري صعب جدا ومطلوب منك انك في البلد فتبان بشكل كويس، فده لو اللعيبه ما كانتش جاهزه نفسيا ويبقى في حد اهلهم نفسيا لكل الضغوطات دي هتكون النتيجه، وده اللي حصل. ان النتيجه طبعا ان سيبك من فنيه، من فنيه طبيعيه، لكن اللي بنتكلم فيها ان الناس زعلانه ان الروح مش حاسين ان في روح في الملعب. بس بتؤيد طبعا بؤيد جزء كبير من كلام كابتن تامر، لكن خليني اكلمك، هو الموضوع مش قصه روح، الموضوع انه تم اعداد الجيل القطري ده من ساعه 12 سنه لما خدوا حق تنظيم البطوله، ولكن تم اعدادهم بدنيا، تم اعدادهم فنيا، لكن لم يتم اعدادهم نفسيا وذهنيا، وده شيء مهم جدا. ان انت ازاي هيبقى في بروفه قبل البطوله دي، ان انت تتواجد في وسط العدد الجماهيري ده كله، والجماهير كلها منتظره منك انك تأدي اداء جيد وتكسب، مش بس تحقق اداء جيد. كان قبل كده فيليكس سانشيز المدرب المنتخب القطري اتعرف على مستوى العالم ان هو بيقدم كره جيده في كاس اسيا، لما حقق البطوله كان بيلعب كره جيده، كان بيهتم بالاستحواذ، كان بيهتم باظهار مهارات اللعيبه. من بعد ما بقى مطالب اكتر بالنتائج وركز مع النتائج والمتعه، وجزء المتعه راح من المنتخب القطري، غير الضغوط الكبيره اللي كانت موجوده على اللعيبه دي. لاعب بيتم اعداده بقاله 12 سنه عشان اليوم ده، فطبيعي ان لما يجي في اليوم ده هيبقى عليه كميه ضغوط كبيره جدا، وده ظهر في الملعب. كان في خوف كبير جدا من لعيبه المنتخب القطري في اول ربع ساعه. شفنا حارس المرمى بيخطا خطا ساذج، مش ممكن يكون في حارس محترف بيخطا الخطا ده في اول 3 دقائق من المباراه، بعد كده بيتسبب في خطا تاني وبيتسبب في ركله جزاء للمنتخب الاكوادوري. لعيبه المنتخب القطري كان في ميس باس كتير جدا، كان في اخطاء كبيره ما تخرجش من لعيبه بتلعب في كاس عالم، في افتتاح كاس عالم. وخلينا نقول ان المنتخب القطري للاسف بقى اول منتخب يخسر المباراه الافتتاحيه على ارضه في تاريخ كاس العالم. المباراه كمان المنتخب القطري والمنتخب الاكوادوري يقدموا مباراة مش هنقدر نقول بقى ان هي من اسوأ مباريات الافتتاح، لا، هي من اسوأ مباريات المونديال عموما. وفي رقم بيشرح الموضوع ده، المباراة دي كان فيها 11 محاولة على المرمى فقط من نسخة 66، ده اجمالي المنتخبين مع بعض. من نسخة 66 ما كانش فيه مباراة في كاس العالم عموما اقل محاولات على المرمى من المباراة دي. بس ده لا يعني انه الاكوادوري، المنتخب الاكوادوري ما قدمش اوراق اعتماده، اعتقد ان هو قدر ان هو يستغل الضغوط دي لصالحه. طبعا هو النقطة اللي هتكلم فيها، انت لو بصيت حتى على المباراة هتلاقي المنتخب الاكوادوري كان بيضغط ضغط رهيب جدا وبروح شديده جدا، وهو ده اللي خلاهم يعني ياخدوا الماتش من اوله. ويمكن هم خدوا بالهم من النقطه دي كويس، او كان ممكن يقول لك ان منتخب قطر منتخب قليل، لا، هم كانوا من الاول خالص داخلين جامد جدا. وطبعا ما نغفلش برضه ان حتى لاعب اللي جابه نينو فالنسيا يعني برضه مش اول مره يسجل في كاس العالم، يعني ده كان النهارده اخر 5 اهداف للمنتخب الاكوادوري نينو فالنسيا في كاس العالم، فبرضه هو راجل عنده خبره ولعب قبل كده، فواضح جدا، وهو اللي جاب الهدفين وجاب الهدف اللي اتلغى في الاول برضه، يعني لولا الهدف اتلغى كان جاب 3 اجوان. فبرضه ما نغفلش برضه ان لا، في خبره، وان هم خدوا الموضوع بجديه جدا وخلصوا الماتش في الشوط الاولاني.